راح نبدي إن شاء الله من اليوم ننزل فيديوهات عن شرح الكيسات الموجودة في كتاب مارتن كروك. هذه الكيسات هي مهمة جدا للطلبة اللي راح يقدمون هذه السنة على الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، وأيضا اللي راح يقدمون على امتحان إجازة المختبر. يعتبر كتاب مارتن كروك هو من الكتب المعتمدة في هذه الامتحانات، وأيضا الكيسات الموجودة في هذا الكتاب هي مهمة جدا، أغلبها تجي في هذه الامتحانات. راح نبدي بشرح عن هذه الكيسات، نفصلها الأعراض والفحوصات اللي الموجودة بيها، ونسوي ديسكشن بالنتائج. فإن شاء الله في الأيام الجاية راح تكون فيديوهاتنا عن هذه الكيسات الموجودة في كتاب مارتن كروك. الكيس اللي أمامنا هو من فصل الموجود، فصل الموجود في كتاب مارتن كروك هو Water and Sodium Balance. الفصل الموجود Water and Sodium Balance. الكيس اللي أمامنا إذا تشوفوا هناك امرأة عمرها 74 سنة، امرأة عمرها 74 سنة. هذه الامرأة اجرت عملية جراحية. شنو العملية الجراحية اللي سوتها؟ سوت تبديل الى مفصل الورك الايسر. سوت تبديل الى مفصل الورك الايسر، وخلال يوم كامل بعد العملية، خلال يعني يوم كامل، هي أخذت 5 لتر، ما يعادل 5 لتر من مادة 5% ديكستروز عن طريق الوريد. وهذا 5% ديكستروز هو عبارة عن يعني عن محلول مكون من كلوكوز وماء، يعطى للمريض في حالة انخفاض السكر أو في حالة انخفاض الماء في الجسم، فينطوا للمريض 5% ديكستروز. إذن هي سوت عملية تبديل مفصل الورك الأيسر، وخلال يوم كامل هي انطوها عن طريق الوريد 5 لتر، يعني على مدار 24 ساعة هي أخذت 5 لتر من 5% ديكستروز سلايم. وبعد العملية تم إجراء لها فحوصات مختبرية. من هذه الفحوصات المختبرية اللي أجروها الصوديوم والبوتاسيوم واليوريا والكرياتينين، شافوا أنه هذه الفحوصات النتائج اللي ظهرت بها كلها قليلة، كلها منخفضة. يعني شافوا الصوديوم 117 والبوتاسيوم 3.7 واليوريا 3.4 والكرياتينين 76. راح نلاحظ انه البوتاسيوم واليوريا والكرياتينين هي من ضمن النورمال رينج، لكن من اللي ادى الى الانخفاض هو الصوديوم. لاحظنا هناك انخفاض في الصوديوم 117، والطبيعي هو 135 الى 145. اذا تسمى هذه الحاله هي الهايبونتريميا. اذا انا من شفت هناك انخفاض في الصوديوم فاقول انه هي هايبونتريميا. من عرفت انه من خلال هذا الكيس انه هناك هايبونتريميا، فاني لازم ابحث عن اسباب الهايبونتريميا، الاسباب التي ادت الى حدوث انخفاض الصوديوم في الجسم. نكمل بعد. The pre-operative result، هم قبل العملية أجروا لها فحوصات، نفس الفحوصات الصوديوم والبوتاسيوم واليوريا والكرياتينين، شافوا أنه مستوى الصوديوم هو قيمته طبيعية،
لكن بعد اجراء العمليه شنو السبب، شنو اللي حدث ادى الى انخفاض الصوديوم؟ راح نتناقش ونسوي ديسكشن بهذه النتائج. شافوا هناك سببين. السبب الاول طبعا هي اسباب الهايبوناتريميا موجوده في كتاب مارتن كروك، لكن في هذا الكيس وفي هذه الفحوصات اللي امامنا شافوا السبب الاول انه عند اعطاء المريض على مدار يوم كامل 5 لتر من مادة من محلول 5% ديكستروز، هذا أدى إلى شنو؟ زيادة مستوى الماء في الجسم. شنو اللي صار؟ صار water retention، زيادة في انحباس احتباس الماء في الجسم. ومن أحد أسباب الهايبوناتريميا هي water retention. إذن السبب الأول اللي أدى إلى انخفاض الصوديوم في هذه الحالة هو نتيجة أخذ المريض على مدار يوم كامل 5 لتر من مادة 5% ديكستروز عن طريق الوريد. السبب الثاني أنه المريض بعد إجراء العملية يكون في وضع شنو؟ في وضع سترس، في وضع شد عصبي. زين، هذا السترس يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى تحفيز وإنتاج هرمون الأنتيديوريتيك هرمون، وهذا الهرمون هو شنو شغله؟ شو يسوي؟ يسوي إعادة امتصاص المن إلى بالماء الموجود، يسوي water reabsorption. ومن صار إعادة امتصاص شنو اللي صار؟ صار water retention، زيادة انحباس الماء في الجسم. وإحنا قلنا water retention هو سبب حدوث الهايبوناتريميا. إذن هناك سببين، السبب الأول هو إعطاء 5 لتر من 5% ديكستروز عن طريق الفين إلى المريض أدى إلى حدوث الهايبوناتريميا، والسبب الثاني أنه المريض بعد العملية يكون في وضع سترس وشد عصبي ونفسي يؤدي إلى شنو؟ إنتاج وتحفيز هرمون الأنتيديوريتيك هرمون، وهذا الهرمون يسوي ري أبزورشن أوف ووتر ويؤدي إلى زيادة بالووتر ريتينشن. هذا بالنسبة للكيس هو يبين أن أحد أسباب حدوث الهايبو نتريميا. طبعا الهايبو نتريميا بها أسباب ومسببات كثيرة، لكن أحد الأسباب هو شنو؟ هو الووتر ريتينشن. أتمنى أنه هذا الفيديو يعني استفاديتوا منه، وإن شاء الله هناك فيديوهات كثيرة لكيسات أخرى نشرحها بشكل مفصل. تقبلوا تحياتي مني لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.